اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائنا، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز.